بي الشموع الحمراء. اسماعيل سري باشا واحد من عظماء النادي الاهلي الكبار. نشوف الكثير من ملامح مسيرة اسماعيل سري باشا في هذا التقرير. يعد اسماعيل سري باشا احد العلامات البارزه والمضيئه في تاريخ النادي الاهلي، حيث كان احد كبار المساهمين في تاسيس النادي. ولد اسماعيل سري في عام 1861 في قريه ريده من مديريه المنيا. بدا مشواره في العمل مفتشا للري في وزاره نبار باشا، ونظرا لكفاءته تدرج في المناصب حتى عين وزيرا للاشغال العموميه وزاره الري حاليه، ووزيرا للحربية عدة مرات. تقدم باستقالته من وزارة الأشغال بسبب الأزمة السياسية في فبراير عام 1920، والتي حدثت بسبب مطالبته بتعيين عضو مصري في لجنة فحص مشروعات الري الكبرى في مصر والسودان، ومطالبته بأن تتعهد الحكومة السودانية ألا تأخذ من مياه النيل إلا المقدار المحسوب لري المساحات المتفق عليها. من الأعمال الهامة التي أنجزها إسماعيل سري أثناء توليه وزارة الري الانتهاء من تعلية خزان أسوان وبناء قناطر إسنا، كما تم في عهده وبتشجيع منه إصدار كتاب ضبط النيل، وهو أول كتاب يتناول السياسة المائية حول نهر النيل. كما عين إسماعيل سري باشا رئيسا للجنة الأشغال بمجلس الشيوخ في 14 من مارس عام 1934. وارتبط اسم إسماعيل سري باشا بالنادي الأهلي، حيث كان أحد مؤسسيه ومن كبار المساهمين في شركة الإنشاء، حيث قام بشراء 40 سهما بقيمة 200 جنيه. كما قام إسماعيل سري باشا بعمل تصميم المبنى الرئيسي للنادي الأهلي في الزاوية الشرقية القبلية لأرضه بواجهة شمالية، واتفق مع المقاول يوسف أفندي أفتيموس على بنائه بمبلغ 2250 جنيها. كان إسماعيل سري باشا محط اهتمام وتقدير من الجميع لنظافة يده وخبراته الكبيرة، حيث وصفه عبد العزيز البشري في كتابه في المرآة بأنه جلالة علم في جلالة منصب، وأنه شيخ المهندسين المصريين، وإن له فوق هذا لشهرة عالمية. وطالب بأن يقام له تمثال يخلد به المثل الأعلى للتضحية والإيثار. علاقته بالنادي الأهلي، أحد الأعضاء المؤسسين، بأربعين سهم تمنهم 200 جنيه، واستطاع كمهندس نابه أن يقود يعني عملية بناء المبنى الاجتماعي ب 2250 جنيه. تصوروا دول يبنوا مبنى يساوي النهارده لو عايز اعمله هو نفس المبنى 2 مليون وربع. شايفين الجنيه كان بيعمل ايه؟ عشان تعرفوا ال 200 جنيه اللي ساهم بيهم يساووا قد ايه. كمان ان يوصف بانه نظيف اليد ويستحق تمثال لقيمته الهندسية والسياسية. اللي عايز اتوقف هنا، لما كان هو وزيرا يعني تقريبا للري، القضايا وهمومه اللي كانت شغلاه ايه؟ النيل. النيل واتفاقيات النيل بيننا وبين السودان، ما كانش لسه في حاجة اسمها اثيوبيا في النيل، وازاي حرصه ان يبقى في سياسة مائية يتضمنها كتاب يشرح فيه يعني ايه نحافظ على النيل ويعني ايه السياسه المائيه. ضبط النيل. ضبط النيل. كمان انه يعني كان رئيسا للجنه الاشغال بمجلس الشيوخ اللي هي في 34. الحقيقه هؤلاء الشموع الحمراء التي اضاءت مشوار الاهلي، وكما اضاءت المشوار السياسي والاداري في مصر على اعلى مستوى، هو تاريخ يزخر به النادي الأهلي يكاد يكون منفردا. هو ده النادي الأهلي. تحية وإجلالا، دمتم للأهلي.